بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الله يمسك السماء. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. سورة الحج آية 63. ثم يقول بعد ذلك: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سورة الحج آية 65. أيضا إن الله تعالى ينزل الماء من السماء ويمسك هذه السماء أن تقع على الأرض. والمقصود بالسماء الغلاف الجوي للأرض، لأن تشكل المطر يتم ضمن هذا الغلاف. ويؤكد العلماء إمكانية سقوط الغلاف الجوي على الأرض بسبب وزنه الثقيل الهائل، أن هناك قوانين دقيقة تحافظ على هذا الغلاف الجوي، ولو اختلت هذه القوانين فسيؤدي ذلك إلى جذب هذا الغلاف بما يحويه من هواء وغيوم ثقيلة تزن بلايين الأطنان إلى سطح الأرض وتزول الحياة نهائيا. صراحة ما نقول سبحان الله الذي رحمنا وحفظنا من هذه الأخطار، والله أعلم.